بدون مكياج في عبده، تنعي جورج الراسي وزين المرعبي. برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في جولة مع أهم الأخبار الفنية. وسط أجواء من الحزن والأسى، ودع لبنان الفنان جورج الراسي في صلاة جنازة أقيمت بكنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس في بلدة المنصف قضاء جوبيل، وحضور حشد من الأهل والأصدقاء والفنانين، وشارك في مراسم الوداع حشد من الفنانين اللبنانيين، تقدمهم نقيب الممثلين، وحرصت الفنانة فيفي عبدو على تقديم واجب العزاء من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير. وظهرت الفنانة فيفي عبدو بدون مكياج على صفحتها بموقع انستجرام. الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل. وحرصت فيفي عبدو على تعزية الشعب اللبناني وأهله ومحبي وجمهور الفنان جورج الراسي ورفيقته زين المرعبي، والتي رحلت هي أيضا في حادث السيارة التي تعرض لها جورج الراسي بعد عودته من حفل في سوريا. عشان خاطر المطرب الشاب اللي ربنا افتكره ومع مديرة أعماله الله يرحمه، حقيقي صدمة بالنسبة لنا وزعلانة جدا عشانه قوي قوي قوي، بالذات اللي بيحب ابنه، ويا رب أدي حبكم لي يديكم صبر إن شاء الله والبقاء لله للبنانيين وفنانين لبنان. وتحولت مراسم جنازة جورج الراسي إلى لحظات تكريم لمسيرته الفنية، وحرص عدد كبير من النجوم على التوافد لتقديم واجب العزاء لأسرته وشقيقته الممثلة نادين الراسي، كما حرصت أسرة الراسي على تكريم إرثه الفني وتواجده معهم بصوته، وذلك بتشغيل أغاني عبر مكبرات صوت، خاصة أغنية أنت الحب التي اشتهر بتقديمها في سن صغيرة. وظهرت شقيقة الممثلة نادين الراسي بحالة انهيار تام خلال مراسم تشييع الجثمان، وكانت الراسي قد أطلقت العديد من التصريحات الغاضبة قبل دفن شقيقها الذي توفى والشابة زينة المرعبي بحادث السير نتيجة تواجد حاجز أسمنتي في منتصف الطريق وغياب الإضاءة عنهم. كما حرصت فنانات لبنانيات على التواجد لمؤازرة زميلتهن الراسي، من بينهم نادين نجيم وميا دياب وسرين عبد النور وماغي بوغسط واستيفاني صليبة، إلى جانب مخرجين وإعلاميين ووجوه سياسية واجتماعية وثقافية ودينية. وفي مكان آخر شارك المئات في تشييع جثمان اللبنانية زينة مرعبي منسقة أعمال الفنان الراحل لمسواها الأخير في مسقط رأسها مدينة طرابلس شمال البلاد الأحد. والمرعبي من مواليد عام 1984 وأم لثلاثة فتيات من بلدة عيات العقارية، لكنهن من سكان مدينة طرابلس. ربنا يرحمهم ويلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. وبالمناسبة للناس اللي بتدخل تعلق وتقول بلاش تترحموا أو حرام عليكم أنتوا بتترحموا، فأنا عايزة أقول لهم على حاجة: لا يدخل الكافر بالله تعالى أو بجميع رسله الجنة، ولا يجوز الاستغفار للمشركين ونحوهم، لكن يجوز طلب الرحمة بمعنى تخفيف العذاب، كما ورد في الصحيح حول شفاعة الرسول لعمه أبي طالب فخفف الله عنه وجعله في دخاخ من النار بدل الدرك الأسفل. أتمنى أن المعلومة تكون وصلت، زي ما الجنة درجات فالنار درجات، الشخص ما يكون في الدرك الأسفل من النار وده أسوأ أنواع العذاب، فبنتمنى تخفيف العذاب عنه برحمة ربنا، بعدين رحمة ربنا وسعت كل شيء. ربنا يرحمنا جميعا أحياء وأموات. بكده تكون انتهت حلقتنا. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار كل فيديو جديد، وياريت تدعموني باللايك والكومنت والشير. شكرا لكم وإلى اللقاء.